السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا الحين في عيادة في الهند، في عيادة دكتور، عيادة مستشفى الشافي للعلاج الطبيعي. مستشفى الشافي هذا بالصدفة أنا جاي هنا عندي عمل، وحقيقة قلت بعمل لي شوية جلسات حسب أن أنا عندي مصاب الديسك، عندي الديسك. والحقيقة صراحة تفاجأت بالعلاج اللي عنده مني، يقول لي ما لازم عملية وهذا. والله العظيم إني أريد أركب الدرج ما قادر، درج ما قدرت أركب الدرج بسبب الارتفاع والألم اللي كان عندي يعني. وأستخدم حزام، كنت أستخدم حزام، أسوق قبل لا أنام، أمشي، أعمالي كلها قضية. عملت أول جلسة اليوم لمدة 7 جلسات تقريبا 7 أيام، لكن أول جلسة اليوم تفاجأت بالعلاج حقيقة اللي عندهم أدوية وأعشاب يعني ما شفته يعني من 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 من, من طبيعة الأرض، طبعا صنع الزيوت من طبيعة الأرض اللي عندهم. والله العظيم إني تفاجأت حقيقة، ويعني ما إني مثلا أمدحكم ولا حاجة. تفضل، ان عندي صديق هنا اسمه عثمان، كنا هذا عثمان كان عرفني على شو اسمه الدكتور هذا، قال لي الدكتور انا بوديك الدكتور، والدكتور زين. وجيت انا عند الدكتور عياد ماله، وهذا هو الدكتور حمزه الشافي، هذا الدكتور حمزه الشافي. طبعا اللي يقول اخ يعني صاحب الفكره وصاحب العلاج وصاحب كل حاجه، وعندهم أعشاب طبيعية من خلقة الله سبحانه وتعالى. مستشفىهم مثل ما تعرفوا هذا المستشفى العلاج الطبيعي وكوكتيل، وأن الكارت موجود عندي وكل حاجة. وحتى إنه في حاجة بعد يعني الأدوية اللي عندهم كلها، شوف عندهم أدوية بالأعشاب، هذا كلها أعشاب مصنوعة من الزيوت اللي عندهم، هذا كله كامل. حقيقة صراحة إني تفاجأت والله العظيم من علاجهم. هذه هدية. شوف، وعند في حتى شوف هذا كسور، هذا من ضمن الأولاد، هذا ولد معاق وصار له الحين فترة يعني طويلة، والحين شوف بدأ يمشي، الحين بدأ يمشي. This is good. شوف بدأ يمشي الحين، يعني الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى يعني صراحة ما أقدر شيء ما يوصف يعني. حتى أحد أخوتي من عندي، واحد من ذوي الاحتياجات، الحين يعالج بعد نفس الشيء. أشكركم يا شباب، أشكركم، وهذه هدية مني لكم، وأتمنى لكم تزوروا هذا المكان، وأتمنى لكم تزوروا هذا المكان يعني. الله يعطيكم العافية، وبرسلكم إياه بعد نفس الشيء العنوان كله كامل العنوان. شكرا.